السلام عليكم ورحمة الله. رمضان كريم عليكم، يا رب تكونوا بخير. الحمد لله، احنا كنا عملنا في الفيديوهات اللي فاتت كنا اتكلمنا عن المرض السالمونيلا اللي جه عندي للحمام. الحمد لله الحمد لله، تم الحمام عندي بخير وكل حاجة تمام. والحمد لله النهاردة عدى على خير، يعني إن درجة الحرارة النهاردة كانت 45 وبكرة عاملة 47، وده وأهم حاجة درجة الحرارة. الخطورة كلها في الجو الحر ده. كان في برضو ناس كلمتني عن الأكل بتاع الحمام، وزي ما انتوا شايفين كده الأكل بيكون، أنا حاطه في العلبة فالحمام مقع على الأرض، بيكون لا اما شويه ذره لا اما غله لا اما علف طيور، يعني لا اما شويه عيش ومفروض كده برضو في نفس واهم حاجه تحطه في قناه عشان الامراض اللي موجوده دلوقتي، وبرضو الميه اللي موجوده دي دلوقتي دي كلها تترمي وهشيلها احط بدل غيرها، فاحط فيها الدوكسامين برضو عشان الفيروس بتاع السلمونيلا برضو يمشي من عندي. والحمد لله مفيش اي وفيات، يعني اول ما كان جه المرض عندي كنت كل يوم ممكن الاقي فردتين ثلاثة اربعة، واول ما فصلت، انا عندي اوضة تانية برضه حاطط فيها حمام، فصلت الحمام المصاب فيها والحمام ده حاطه لوحده، والحمد لله برضه الحمام المصاب فيه بيتعافى منه، يعني الحمد لله برضه بيتعافى. اهم حاجة برضو بكرة درجة الحرارة عاملة 47، كل واحد بكرة الصبح قبل ما تصحى، قبل ما تروح شغلك، قبل ما تروح مدرستك كليتك، تشوف اهم حاجة مية الحمام. انا اليومين اللي فاتوا دول كنت بحط لهم مية الصبح، وبحط لهم ارجع ابص اتأكد ان المية محطوطة برضو الظهر على الساعة 12 الساعة 2، بلف برضو على الطيور عندي كلها اتأكد ان كان في مية او لا، دي اهم حاجة. ما ينفعش تبقى درجة الحرارة 47 وما يبقاش في مية خالص، حاجة تربيتك كلها، تربية الشهر بتاعتك كلها هتبوظ. تعالوا بقى هوريكم كام حمامة عندي برضو، يعني سبحان الله حمامة عندي راقدة على 3 بيضات وحمامة تانية راقدة على 4 بيضات. تعال نشوف بقى الحمامة اللي تحت على الأرض دي، ودي حمامة أهي، في حمامة هنا سايبالنا البيض بتاعها بيضة على الأرض، معرفش ليه حمامة بيضة على الأرض. اهو البيضة اللي على الأرض دي لو لقيت برضه حمام دي هحطها تحت حمامة تانية بيضة، برضه بيضة بيضة أو اتنين، وأحط دي معاهم. الحمد لله الحمام هيرقد عليها من غير أي مشاكل من غير أي حاجة. أيوة بس السفاح دي مثلا بيضة اتنين أهو، أحط البيضة دي برضه معاهم. وأدي الحمامة اللي كنت بتكلم عليها اللي راقدة على كام بيضة؟ على 3 بيضات، سبحان الله. حمامة راقدة على 3 بيضات. وادي هنا برضو فردة حمام برضو صغيرة،